اهلا بكم مره تانية. رحبوا معايا بمدير تحرير جريده الاهرام والكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري. منورنا يا استاذ اشرف. والله يا استاذ احمد، الله يخليك. تعرف اليومين اللي فاتوا 25 ابريل والحدث بقى بيفرض نفسه، وكان في دعوه للتظاهر يعني بحجه الارض والعرض والحاجات دي، وعدت المظاهرات ودينا شفنا كلنا يعني الحشد اللي كانوا بيقولوا عليه، رغم ان الشعب المصري كان متاكد ان لا هيبقى في حشد ولا حاجه. رايك ايه انت بعد ما شفت اليوم ده؟ طبعا بدايه خلينا نرحب بحضرتك بالبرنامج الجميل بتاع حضرتك وجمهورك الجميل ده، دايما بيسهر معاك ودايما متابعك في كل مكان. دي فرصه سعيده طبعا اكون موجود معاك. الله يخليك. بالنسبه ل 25 ابريل وما حدث فيها، كانت اكذوبه قبل بعض التيارات السياسيه، كان تيار ضعيف للغايه ليس لديه حضور في الشارع المصري. سعوا مره ثانيه لاحداث نوع من الفوضى الجواله في الشارع المصري. اعتقد ان الجميع كان على قلب رجل واحد في التصدي لمثل هذه المؤامره. من وجهه نظري كانت مؤامره فشلت في مهدها، فشلت في البدايه، لم تحقق اي نتائج، لانه كان هناك بالفعل حائط صد قوي من قبل الشعب المصري في رفض العوده مره ثانيه الى زمن الفوضى التي سعوا اليها طيله الاشهر الماضيه. مرات كثيره فيما يتعلق بعوده الاخوان وهذه الاكذوبه ايضا التي عاش فيها. ثم وجدنا بعض انصار تيار اليسار السياسي في مصر هم قله للغايه سعوا لاحداث نوع من تفجير الاوضاع في داخل البلد، لكن اعتقد هناك درجة كبيرة جدا من الإجماع الشعبي والوطني على ضرورة أن يكون هناك حفاظ على الثوابت الوطنية لهذا البلد. كل تأكيد هناك رفض. ما حدث اليوم أنا من وجهة نظري فضيحة، وأتمنى أن تكون الأخيرة لديهم وألا يسعوا مرة ثانية لتكرار مثل هذه المأساة. أنهم اليوم انكشفوا كثيرا، وأعتقد لم يكون هناك في الشوارع ولا في الميادين كما كانوا يتوقعوا، حتى من خلال تدجين حملات الوهم التي عاشوا فيها أن هذا اليوم سيكون يوم صعب. لديهم خطط بديلة كثيرة، تحركات سرية، كثير من التسريبات والإشاعات الكاذبة. أعتقد أنها لم تجد لديها صدى على أرض الواقع خلال اليومين الماضيين. وما حدث اليوم أعتقد أنه حالة انكشاف كامل وحقيقي فيما يتعلق بحجم وجود هؤلاء في الشارع المصري. بالتالي هم لا يشكلوا أي رقم في المعادلة، وليس لديهم حضور في الشارع، ليس لديهم أحزاب، ليس لديهم قوة أو صوت مسموع. مسألة كانت أحداث نوع كما قلت وأكرر نوع من الفوضى داخل الشارع المصري، لكن أعتقد المصريين اليوم كانوا على قلب رجل واحد كما قلت، ورفضوا أن يكون هناك أي نوع من التعاطي أو التعامل مع مثل هذا الأمر. وأعتقد بعض المظاهرات الإيجابية والاحتفالات الإيجابية التي كانت موجودة في منطقة مصطفى محمود أو في عابدين كانت أبلغ رسالة على هؤلاء من حيث الحضور والحشد والتجمعات الكبيرة. بعض أخذ على أن هناك كما أشاع البعض التيار الشعب وما إلى ذلك أن هناك بالفعل تضييق من قبل أجهزة الأمن وما إلى ذلك. أعتقد أنهم كانوا يسعوا لأحداث نوع من الفتنة داخل الشارع المصري. الأمن تعامل بما يحفظ سيادة وسلامة هذا الوطن. هم لم يحصلوا على تصريح خاص بإقامة أي نوع من المظاهرات أو أي نوع من الحضور، وبالتالي هم خالفوا القانون في هذا الشأن. وبالتالي أعتقد أن هناك قانون تم اعتماده، ومن يخالف مثل هذا الأمر يحتاج إلى الصمت. زي ما بيحصل في أي بلد، أي مكان في العالم. يعني من يتقدم بالحصول على أي مظاهرة عليه أن يتحمل المسؤولية ويتعهد أمام أجهزة الأمن بأنه سوف يضمن في ساعة محددة في توقيت محدد في مكان محدد شكل ودور وأماكن تجمعات. أعتقد ما حدث اليوم هو كما قلت وأكرر تراجع كبير وخلل. ما بيتعلموش، اصل ده مش اول مره، ده حصلت قبل كده. والشعب لما بيلاقيهم بيعملوا الحشد ده بيسيب لهم الشارع خالص وبيقعد في بيته. حتى يعني الاعداد المحدوده اللي كانت في مصطفى محمود او في عابدين ما هياش اعداد بتعبر عن القطاع العام. كانت رساله في حد ذاتها. لكن قصدي اقول لك الشعب المصري بيبقى ايه كل مره يعمل لهم المصياده دي، بيقعد في البيت ويسيب لهم الشارع عشان نشوف الحشد بقى والحاجات دي، ومش عايزين يتعلموا. طب يعني امتى هيفهموا؟ ولا ده دور؟ اعتقد انه دور مكتوب لهم، واعتقد انهم لديهم اجنده. كلهم لا استطيع ان اقول انهم كلهم تابعين للخارج، لكن للاسف الشديد اجنده لم تكن وطنيه بالمره.